ما مدة القصر للسفر في الصلاة؟ ليس هناك مدة محددة، ليس هناك عفوا مدة محددة حددها النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الجمهور يقولون 3 أيام فصاعدا، بعد 3 أيام تتم، بعد 3 أيام عند الجمهور تتم. والمسألة فيها خلاف بين بعض العلماء، لأنه لم يرد نص صريح إذا زدت على 3 أيام أتمم، ليس هناك نص صريح بهذا.